10 حقيقة مدهشة لا تعرفها عن جسم الإنسان. هل كنت من محب العلوم في المدرسة؟ لنواجه الواقع، قلائل منا فقط تمتعوا باندفاع لتعلم العلوم آنذاك عن ظهر قلب. ولكن سيسهل عليك فهم موضوع اليوم علما أنه أكثر إثارة. لدينا 17 حقيقة مدهشة عن الجسم قد يكون من الصعب استيعابها، لكنك ستكون متلهفا لسماعها كلها. إذا راودك أي تعليق أثناء مشاهدة الفيديو لا تتردد، شاركنا إياه أسفل الفيديو واضغط على زر الإعجاب لتظهر تقديرك لعملنا. رقم 17، يستطيع دماغك توليد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل مصباح كهربائي صغير. عندما تكون مستيقظا من المعروف أن دماغك يولد طاقة كهربائية بمقدار يتراوح ما بين 15 إلى 25 واط تقريبا. هذه الطاقة كافية لإبقاء مصباح ليد ذو الطاقة المنخفضة مشتعلا. بالتزامن مع إنتاج الكهرباء يولد الدماغ أفكارا عشوائية تصل إلى 50,000 فكرة في اليوم. إليك حقيقة أخرى صادمة، أو من الأفضل أن نقول إنها أسطورة قد تم دحضها. يشاع أن الإنسان يستخدم 10% فقط من قدرات دماغه. هذه المعلومة هي في الحقيقة خاطئة إلى أبعد الحدود. مرحى، تظهر عمليات الفحص التي أجريت على الكثير من الأشخاص بأنهم يستعملون معظم قدراتهم الدماغية حتى أثناء النوم. رقم 16، الأسنان البشرية هي بقسوة أسنان القرش تقريبا. هذه المقارنة فيها الكثير من المديح. لأسماك القرش معدل 15 صفا من الأسنان القوية والحادة في كل فك. في الواقع هي تولد بمجموعة من الأسنان ويمكنها حماية أنفسها وهي في صغر سنها. أسماك القرش مخلوقات محظوظة لا تعاني أبدا من مشاكل الأسنان وتجاويف الأسنان المزعجة، وأسنانها بقوة الأسنان البشرية. الآن إليك الجزء الممتع، غشاء الميناء الذي يغطي أسنانك هو أقصى جزء في جسمك بكليته. رقم 15، بفعل حموضة حمض معدتك الفائقة إذا لامس بشرتك بإمكانه أن يحدث فجوة فيها. حمض الهيدروكلوريك هو مقيم نموذجي في المعدة البشرية. هذا النوع من الأحماض يوازي الأحماض المنتمية إلى الدرجة الصناعية، وبإمكانه في الواقع إتلاف المعادن، لكن في جسم الإنسان هو يحمي جهاز المناعة ويقتل الكثير من الفيروسات والبكتيريا المتواجدة في الطعام الذي نتناوله، كما أنه يساعد إنزيما مميزا في سحق المنتجات المؤلفة من البروتينات ليسمح لجسمك بهضم هذه المواد الغذائية بطريقة أسهل. وإليك حقيقة أخرى طريفة للغاية عن معدتك، عندما تشعر بالخجل يتحول لون هذا العضو من الداخل إلى الأحمر أيضا. رقم 14، بصرف النظر عن قابلياتها للاشتعال تكاد تكون شعرة الإنسان غير قابلة للتدمير. الشعر هو جزء جميل ورائع من جسم الإنسان. قبل كل شيء هو المكان الذي يتم فيه تخزين كل المعلومات المتعلقة بالإنسان، حتى محتوى الدم مثل الفيتامينات والمخدرات والكحول يمكن العثور عليه عبر تحليل خصلة من الشعر. خصلة واحدة يمكنها حمل حوالي 3.5 أوقية، 99 جراما. رقم 13، للبشر قدرة على تمثيل ما يصل إلى 7,000 تعبير وجه مختلف. حسناً، في الواقع ووفقاً للعلماء هناك 4 تعابير رئيسية أو أساسية للوجه: غاضب، خائف متفاجئ، سعيد وحزين. على أساس هذه يتم تمثيل 7,000 تعبير متبق. ومن المثير للاهتمام فعلاً هو أن تكون تعابير الوجه الصادقة أكثر تماثلاً. رقم 12، في جسم الأطفال 60 عظمة أكثر من البالغين. يولد الأطفال بما يصل إلى 270 عظمة. تبدأ العظام لاحقا في الاندماج مع بعضها البعض. نأخذ على سبيل المثال عظام العمود الفقري. مثال آخر يفي بالغرض جمجمة الطفل التي تضم الكثير من العظام المتداخلة، وهذا يسهل على الطفل عملية الخروج أثناء الولادة. رقم 11، تقدر دقة العين البشرية بحوالي 500 ميجا بكسل، يجعل هذا منها أكثر دقة ب 72 مرة من الكاميرا الخلفية لآيفون 6. وزيادة على ذلك يمكن للعين البشرية تمييز 10 مليون لون. يبدو هذا رائعا،
لكن لدي سؤال، لماذا نحتاج إذن لشاشات هواتف ذكية بمجموعة من 16 مليون لون؟ رقم 10، يزن جلد الإنسان البالغ العادي 17.6 رطلات، 7.9 كيلوغرامات أو أكثر، ما يجعله يشكل 16% من الوزن الإجمالي للجسم. ربما لم تتوقع ذلك قط، لكنه العضو الأكبر في جسم الإنسان، لعل ذلك ما يجعل حمل شخص آخر صعبا. إليك حقيقة شيقة أخرى عن جلدك، وهي أن كل بوصة مربعة 6.4 سنتيمترا مربعا منه مغطاة بأكثر من 600 غدة عرقية، هذا ما يجعل الكثير من الناس يتعرقون بكثرة. رقم 9، الهيكل العظمي في جسم الإنسان يجدد نفسه كليا كل 10 سنوات. بما أن هذا يحدث باستمرار على المستوى الخلوي، سيكون إذن لديك دائما مزيج من العظام القديمة والجديدة في جسمك، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك الاهتمام بعظامك الحالية، معتقدا أنه سيتم استبدالها في أي حال في غضون عقد من الزمن. تناول الطعام الغني بالكالسيوم للمساهمة في تقوية عظامك. رقم 8، تبقى عيناك مغلقتين لمدة 10% من ساعات اليقظة. هذا هو الوقت الذي تقضيه في رفع عينيك. يرف الشخص العادي عينيه 15 مرة في الدقيقة، بينما أثبت أن المرأة تقوم بذلك ضعفه مرتين مقارنة بالرجال. زيادة على ذلك، النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل يرمشن أكثر من اللواتي لا يتناولنها. يمكن أن يصل الرقم إلى أكثر بنسبة 32% في معظم الأحيان، وفي الوقت نفسه لا يرمش الأطفال الرضع بالقدر نفسه الذي يرمش فيه الكبار مرتين أو أقل في الدقيقة. رقم 7، تصفي الكليتان الدم حوالي 25 مرة في اليوم، معالجة 47.5 جالونا 179.8 لترا منه بالإجمال. يتحول 1% فقط من الدم الذي تصفيانه إلى بول، وتتم إعادة توزيع البقية في جميع أنحاء الجسد. كلية الشخص البالغ ليست كبيرة على الإطلاق، في الحقيقة يمكن أن يقارب حجمها حجم قبضة اليد. من الصعب تخيل أكبر حجر في الكلى على الإطلاق، كان يزن 2.5 باوند 1.1 كيلوغراما، وكان يشبه ثمرة جوز الهند. رقم 6، الزاوية الوردية في العين هي الجفن الثالث. الجفن الثالث، تتساءل ما إذا كان لدينا جفنا ثالثا؟ نعم، نحن البشر نحتفظ بطية صغيرة في الزاوية الداخلية للعين، هذا ما تبقى من غشاء موجود لدى الطيور والثدييات لحماية العين والتخلص من الشوائب وتحسين الرؤية في الوقت نفسه. نحن لا نحتاج إلى هذه الخاصية بعد الآن، لذا من المحتمل جدا أنها ستختفي مع الوقت. رقم 5، الكبد قادر على إعادة تجديد حجمه الأصلي بالكامل حتى بعد إزالة ما يقارب 75% من العضو بالكامل، هذا ما يجعل جراحات زراعة الكبد ممكنة وفعالة. لا داعي للأشخاص الذين يتبرعون بجزء من كبدهم لمن هم في حاجة إليه لأن يقلقوا بشأن صحتهم، فالكبد سيجدد قريبا الجزء الذي تبرعوا به. رقم 4، يتزامن نبضك مع إيقاع الموسيقى التي تستمع إليها. أظهرت البحوث الحديثة أن الموسيقى، خاصة تلك التي يعلو فيها الصوت أو الإيقاع تدريجيا، تجعل نبضك متزامنا معها. هذا مناسب لكل من الموسيقيين والهواة أو ببساطة عشاق الموسيقى. رقم 3، الإنزيمات المسؤولة عن هضم الطعام هي نفسها ستبدأ في هضم جسم الإنسان بعد الوفاة. لنكون أكثر دقة، تسمح هذه للأعضاء البشرية أن تبدأ هضم الجسد، ثم تتحد الإنزيمات بدورها مع الميكروبات، وهكذا تبدأ عملية التحلل. رقم 2، بعض الذرات الموجودة في أجسامنا هي غبار نجوم يبلغ عمرها مليارات السنين. يبدو ذلك رومانسيا للغاية، أليس كذلك؟ للأسف لا يحق للبشر فقط التفاخر بهذا العنصر الموجود في أجسامهم، في تركيبات النباتات والحيوانات والطعام كلها، حتى في سيارتك قطع من نجوم بعيدة. يحدث ذلك عندما تنفجر النجوم وتقذف محتوياتها إلى أبعد أركان الكون. بهذه الطريقة يمكن لغبار نجم أن يظهر فجأة في وعاء حسائك. رقم 1، في متوسط العمر يضخ القلب حوالي 53 مليون جالون
200,600,000 لتر من الدم. هذا يكفي لملء ما يقارب 1.5 مليون برميل. للقيام بذلك على القلب أن يجتهد كثيرا. يخفق هذا العضو الصغير وحجمه حجم قبضة اليد 115,000 مرة في اليوم، ويضخ 2000 جالون من الدم، أي 7,500 لتر. يمكن أن تصل عدد دقاته إلى 3 مليارات في خلال حياة الإنسان. لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب. إذا حصل الفيديو على 40,000 إعجاب، فسنخبرك ب15 حقيقة صادمة عن التطور البشري لم تسمع بها من قبل. انضم إلينا على الجانب المشرق.